ضروري نشري الحولي حيت حنا مغاربه 90% ما عندوش وكيعيد. انا واحد من دوك 90. اذا فرق مثلا الوضع الاقتصادي ديالك ما كيسمحش لك تشري الحولي، واش ضروري تشري؟ ضروري نشري، واخا نبيع الثلاجه اللي نديرو فيها نبيعها ونشري الحولي. وحتى الزوجه ديالك وليداتك ضروري عندهم العيد. الا ما شريتش الزوجه ديالي غادي تخلي دار بويا، ولادي غادي يشبعوا فيا نقير وغوات. علاش زعما؟ علاش ضروري؟ هذه هي العاده. العاده هذه هي العاده. الاسلام كيقول لك حنا ما مطبقينش الاسلام، حنا مطبقين التحنزيز ديال الجيران، خصنا نسدوا لهم عينيهم بالحولي.